السلام عليكم. بنستكمل مع بعض محاضراتنا في مقرر الثيرموداينامكس، يعني دي بنعتبرها آخر محاضرة بالنسبة للسمستر دوت. المحاضرة بتتكلم على الانتروبي والانتروبي جنريشن، وازاي اقدر احسب التغير في الانتروبي بالنسبة للكلوز سيستم. محاضرة سامها وهتبقى طويلة شوية لأنها إلى حد ما بتسترجع معاك اللي احنا أخدناه قبل كده، يعني هي طويلة نتيجة إن في حاجات أنا بحاول أربط الاتنين ببعض وأربط اللي قلته قبل كده باللي هقوله الجديد، مش أكتر يعني ولا أقل. وأي مسألة أخدتها بعد في الـ first law في الـ closed system ممكن تبقى هي مسألة في الـ open system في الـ second law هي بالذات بنصها بنفس المسألة، وأطلب منك مطلوب زيادة إزاي أنت تحسب لي الإنتروبي فقط. ولذلك التمارين عليها مش هتكون كتير لأنها انت تعتبر أخدت التمارين already، وهزود عليك فقط حساب الانتروبي. تمام، نبدأ. الأول نقول يعني ايه انتروبي. انتروبي ده بيقول ان هو ميجر للمولوكولر ديس اوردر بتاع السيستم، يعني اي سيستم في الدنيا بيتكون من جزيئات مولوكيولز. المولوكيولز دي هل هي موجودة في ترتيب معين ولا هل هي مش مرتبة، يعني ديس اوردر. هل هي موجودة في شكل أوردر معين ولا هي واخدة شكل راندوم كده أيا كان شكل الجزيئات أو أماكن تواجدها. فخلينا الأول نشرح الإنتروبي في الحياة العملية وبعد كده نبقى ننقل على الطبيعة الفيزيائية للإنتروبي. دايما بتلاقي كده بتقابل في حياتك بعض الأشخاص اللي هم efficient people وبعض الأشخاص بيكونوا inefficient people، يعني الولد اللي هو الشاطر ده دايما بتلاقيه organized. organized يعني مرتب، معنى ان هو organized يعني يعرف مكان كل حاجة فين بالظبط، عارف كل حاجة هو حاططها فين. فبالتالي لو انت سألته هو انت حاطط القلم بتاعك فين، هياخد ثواني ويبدأ يقول لك خد القلم اهوت انا عارف مكان. العكس منه على طول لو شخص تاني غير منظم او غير مرتب، ده الانتروبي بتاعه عالي جداً، فبنقول ان هو leads an a high entropy life. ده عايش حياة مليئة بالانتروبي. ليه؟ لان هو مش عارف هو حاطط الحاجات فين. في نفس الوقت لما هيجي يدور عليها هيدور عليها بطريقة برضو عشوائية، هتلاقيه يحدث فوضى اكتر من اللي كانت موجودة قبل كده. فين اخر محاضرة للدكتور الفلاني؟ هو مش عارف هي فين، بس هو تقريبا هيدور، ولما هيدور هيحط كل المحاضرات تاني فوق بعض ويجيب السيرمو في الفلويد في ده في ده، لان هو مش مرتب. تمام كده. لذلك بعض الاشخاص او بعض الطلبه في الامتحان بيبقى فيه سهوله عنده في ان هو يسترجع المعلومه، يعني هو سهل سهوله استرجاع المعلومه دي جات منين، نتيجه ان هو لما اخد معلومه جديده بدا يربطها بمعلومه قديمه موجوده في دماغه ويعمل فايلنج كده وينظم الدنيا، فيبقى عليه سهل الاسترجاع. في واحد تاني، في طالب تاني عايش حياته فاتح بقه كده، كل ما تديله معلومة جديدة يرميها في بقه، يرميها في مخه بلاش بقه وبشكل عشوائي. فيجي وقت الامتحان يقولك انا فاكر المعلومة دي عدت عليا بس مش لاقيها، مش عارف هي فين بالظبط. فده شخص عنده الانتروبي عالي. الديس اوردر عالي. الانسرتينيتي في وجود الاشياء عالية جدا. تمام كده. يبقى البروبابيليتي ان هو هيلاقي الحاجه في المكان اللي هي المفروض تكون موجوده فيه قليل جدا. انا بحاول استخدم الالفاظ دي probability uncertainty عشان انا هبدا اخش بقى في الفيزيكال مينينج للانتروبي واحاول استخدم نفس الالفاظ. طيب بيقولوا في الفيزياء او الفيزيكالي ان الانتروبي ده ميجر للمولوكولار ديس اوردر، يعني هل الجزيئات دي مترتبه ولا لا. لما بتيجي حضرتك تقيس السيد درجة حرارة بتاعت سيستم الماكروسكوبيك سيستم وتقولي درجة الحرارة مثلا 100، فمية دي انت متخيل شكل الجزيئات في قلب السيستم هيكون ازاي؟ ده ممكن شكل الجزيئات دي يكون واخد شكل واحد ومديك درجة حرارة 100، شكل اتنين، ترتيب اتنين مديك درجة حرارة 100، تلاتة ويديك درجة 400، يعني ممكن يكون الماكروسكوبيك بروبرتي دي جاية نتيجة ميني مايكرو يعني خاصة بالجزيئات مايكروسكوبيك اوردر. يعني انا لو عندي بروبرتي، والبروبرتي ممكن يكون السيستم فيها واخد ترتيب تاني
فمعنى كده هو بيقول ده الانتروبي ده هو عبارة عن related للنمبر of possible microscopic states اللي السيستم ممكن يكون موجود عليها في حالة واحدة. فأنا بقيس درجة حرارة، أنا مش عارف درجة حرارة الغاز دي هي الجزيئات واخدة أي ترتيب، زي إن هو two gases، ده two gases دول مخلوطين ببعض إزاي. أنا عندي درجة حرارة 100 بس أنا معرفش شكل الجزيئات إيه. فبالتالي لو جيت ترتب بقى على حسب حالات المادة، انت عندك المادة ممكن تكون موجودة في solid او liquid او الجاس state، 3 حالات. في حالة السوليد ستيت لحد ما الجزيئات قريبة من بعضها، بتتحرك بس حركة بسيطة، فانت الاوردر بتاعها الى حد ما معقول، احتمال ان انت تلاقي الجزيء ده في مكانه هيكون عالي، السيرتينيتي ان انت تلاقي الجزيء ده موجود في الكريستال ستراكشر بتاعه في الترتيب بتاعه عالي جدا، سهل جدا انت تلاقيه. يزيد بقى الديس اوردر ويزيد الانتروبي كل ما ابدا اتوجه لحالة تانية زي كده، زي انا رحت الليكويد، هل الليكويد الجزيئات بتاعتها موجودة في مكانها؟ السيرتينيتي ان انت تلاقي جزيء في مكانه زي الصوت طبعا لا. فبالتالي الراندمنس العشوائية او الترتيب بتاع الجزيئات في حالة الليكويد هيبقى اصعب واكتر من حالة الصوت. ويزيد كمان الراندمنس ويزيد الديس اوردر دوت لو انت رحت لجاس، ده الجاز ده الجزيئات انت ما تقدرش تتحكم فيها تماما، وما انتش عارف هي متوزعه ازاي في الفوليوم الموجوده فيه. طيب ده بالنسبه لحالات الـ الماده الثلاث. لذلك بيقول لك الانتروبي ما هو الا ميجر للديس اوردر بتاع المولكيولز. يعني ايه ديس اوردر للمولكيولز؟ يعني انسرتينيتي انا بالظبط مش عارف، مش متاكد ان الجزيء ده موجود في مكانه ولا لا، ممكن يكون واخد اكتر من شكل، ممكن يكون واخد اكتر من بوزيشن، صح كده؟ او حاجه اسمها مولكولار بروبابيلتي، يعني بروبابيلتي ان انا احتمال ان انا الاقي الجزيء ده في مكانه في حاله السوليد، زي ان انا هقول 1، في حاله الليكويد اكيد البروبابيلتي دي هتقل، في حاله الجاز البروبابيلتي دي هتقل اكتر واكتر واكتر. والديس اوردر ده بتاع العشوائيه بتاعه السيستم ده بيزيد كل ما كان السيستم يبدأ يعمل بروسيس، ينتقل من ستيت لستيت تاني. يعني شوف انت عندك جاس، الجاس ده already disordered، اديله انت بقى طاقة، فالطاقة دي تنقله من ستيت لستيت تانية عن طريق بروسيس، فيزيد الديسوردر اكتر، فيزيد العشوائية اكتر، صح كده؟ فيزيد يعني الانتروبي او disorder او molecular disorder بتاع الجزيئات اكيد بيزيد مع زيادة الايه؟ مع وجود بروسيس. قالوا في حاجة اسمها third law of thermodynamics، يعني اخدنا first و second و zero، اسمها كمان third law of thermodynamics. ايه third law بيقول ايه؟ انا لسه بقول لحضرتك لو انا عندي مادة solid الى حد ما انت عارف المكان بتاع الجزيئات فين، مش هيهرب من مكانه، بس هو في مكانه بس عمال يتحرك برضو، بيعمل vibration oscillation، الاتومز والمولكيولز عمالة تتحرك، صح كده؟ والالكترونز عمالة تتحرك في vibration. طيب انت حاول تقلل درجة حرارة المادة الصوليد دي، لو قللت درجة حرارتها فانت اكيد بتقلل الـ uncertainty of finding this atom or this molecules في البوزيشن بتاعها، يعني بتقلل الـ disorder، صح كده؟ فوصلوا بقى ان انا هوصل المادة دي لزيرو كلفن. لو قدرت توصل المادة دي لزيرو كلفن يبقى اكيد الـ order بتاع الجزيئات اكيد ثابت خلاص، مش هيتحرك تاني، صح كده؟ ذلك بيقول الانتروبي بتاع بيور كريستالين سبستانس عند الابسوليوت زيرو بيساوي صفر. دي بيقولوا عليها الثيرد لو اوف ثيرموداينامكس، ان الانتروبي بتاع البيور ماتيريال عند الابسوليوت زيرو، عند زيرو ديجري سيلسيوس بيساوي زيرو. يعني ممكن تاخد الاوريجين بتاعك بتاع الانتروبي هناك بيساوي زيرو، بس هو حددها بكريستالين سبستانس او بيور سبستانس. يعني لو في طب هو الاول قال كده ليه؟ قال ليه الانتروبي يساوي زيرو؟ قال لان مفيش بقى uncertainties، there is no doubt about the state او the order بتاع المولكيولز. هي ماده اصلا كريستالاين، فلو انت ميتالرجي هتعرف ان الماده الكريستالاين دي بيبقى الاتومز موجوده في بوزيشن معين، فبالتالي البوزيشن ده هيثبت بقى خلاص، مفيش فيه اي تغيير، كل ما انا اقلل درجه حراره وخاصه لما اوصل للزيرو ديجري سيلسيوس او زيرو كلفن ابسوليوت زيرو،
فبالتالي يبقى الانتروبي هنا هيبقى بصفر. طيب هو ليه قال pure material؟ قال لو البيور ماتيريال اكيد هتختلف لو اتنين ماتيريال مع بعض ميكسد مع بعض، لو في الوي، يعني لو في الوي في اتوم هنا كده من الايرن واتوم تانية من النيكل او الفناديوم او الكروم، فانت لما توصل للزيرو ليفل، زيرو للزيرو ديجري سليزيوس، اسف الزيرو كيلفن، انت ما انتش هتبقى متاكد برضو من الستيت او الاوردر بتاع المولكيولز، مش عارف هيبقى ازاي، محدش يقدر يتنبأ بيه. لذلك عدلوا الصياغة بتاعة الفيرست لو أو بتاعة الزيرو سلو، قال إن الانتروبي بتاع السيستم هيوصل لي قيمة معينة constant value لما درجة الحرارة توصل للأبسوليوت زيرو. هو ما قالش صفر، ما يقدرش يقول صفر لأن أنا عند الأبسوليوت زيرو لو المادة دي مكونة من أكتر من element فأنا ما أقدرش أقول بالظبط هو كل element فين، ما أقدرش أعرف الأوردر بتاع المولكيولز بالظبط هيبقى موجود إزاي. فكان هنا أصبح عندنا صياغتين، الصياغة الأولانية للثيرد لو اعرفوا كويس قوي الانتروبي بتاع البيور كريستالين ماتيريال في الزيرو ديجري أبسوليوت أو زيرو كيلفن هيساوي صفر، ولو دي مش بيور ماتيريال يبقى هو هيساوي قيمة ثابتة قيمة معينة، لانه كل مرة هبدأ ان انا ابرده ويوصل لحد زيرو درجري سليزيس اخد شكل معين، بس هيبقى فيه قيمة الانتروبي برضو شكل معين، ممكن الذرة بتاعت الفناديوم دي تكون موجودة هنا، ممكن تكون موجودة هنا موجودة هنا، فهيبقى فيه قيمة ثابتة الانتروبي، يعني في number of probabilities الفناديوم ده يكون موجود هنا موجود هنا موجود هنا، يعني اخد اربع خمس states، أربع خمس احتمالات لوجود ذرة الفناديوم مثلا في ذرة في عنصر في الايرن، فبالتالي في قيمة للايه للانتروبي. طيب عايزين نبدأ نحسبه بقى، ازاي نحسب الانتروبي ده؟ قال والله انت من خلال المناقشة اللي فاتت كده نقدر نقول الانتروبي بيتأثر فقط بإضافة او سحب الهيت من السيستم، يعني لو عندي كوباية والكوب ده في قلب منه مية وبدأت ان انا اضيف له طاقة، فالديس اوردر بتاع المولكيولز هيتغير، يبقى الانتروبي هيتغير، ده كده كيو. طب هل لو انا مسكت الكوب ده كده وبدأت ان انا ازود الكاينيتك انرجي بتاعه الاوردر بتاع المولكيول هتغير؟ قالوا لا. لو انا بدأت ان انا ازود البوتنشال انرجي بتاعتها هل الاوردر بتاع المولكيول هتغير؟ قالوا لا. فبالتالي there is no entropy related للenergy transfer by work، الwork مش هيأثر معايا تماما في الانتروبي، الانتروبي ده جاي فقط نتيجة الهيت جنريشن. فجاي واحد اسمه كلوزيس، الكلوزيس ده عمل لنا ريليشن جميلة جدا، كان شغال في سايكلز، فكل ما يبدأ يجمع او يقسم الهيت added او الهيت removed على درجة الحرارة، فبارشل كيو على تي معنى ان انا هضيف اشوف كمية الطاقة المضافة في السايكل دي قد ايه، مقسومة على درجة حرارة الباوندري، الباوندري اللي هو يعني سين ده كده ده سيستم انا بضيف له هنا كده بارشل كيو، هقسم بارشل كيو دي على درجة حرارة الباوندري هنا، كمان كنت بضيف له هنا كده بارشل كيو هقسمها على درجة حرارة الباوندري هنا، وكان بيخرج هنا كده بارشل كيو هقسمها على درجة حرارة الباوندري هنا. لو جمعت الكلام ده بقى بارشل كيو على تي معنى التجميع ان انا اعمل لها انتجريشن تكامل، فده كده معناه سميشن. قال السميشن ده دايما 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 كان يا اما يساوي زيرو او يكون اقل من زيرو. تاني دي بيسموها كلوزيس ان ايكواليتي، وده بتبقى في اي سيستم شغال في سايكل، اي سيستم في الدنيا يكون بيعمل سايكل ياخد هيت بيخرج هيت، لو جيت تشوف الهيت دي مقسومه على درجه حراره الباوندري ولازم تكون درجه حراره كلفينيه، راجل كان شغال في المعمل وعمل كده قسم الهيت على درجه حراره كلفينيه وجمع، معنى التجميع يعني عمل انتجريشن، انتجريشن على السايكل على كل جزء من السايكل دي، والبي دي اختصار للباوندري درجة حرارة الباوندري، قال لازم المجموع ده كان يطلع يا اما بيساوي زيرو يا اما اقل من زيرو. طب امتى كان بيساوي زيرو؟ قال لما يكون السيستم اللي هو شغال عليه السايكل دي تكون شغالة ايديال. يعني ايه ايديال؟ يعني ريفيرسيبل. يعني ايه ريفيرسيبل؟ يعني مفيش حاجة فيها تخليها مش ايديال. اشتفقنا قبل كده reversible process ما هي الا ideal process، حاجة assumed. فلما هو كان بيفترض ان الدنيا كلها شغالة ideal معاه مفيش مشاكل،
مفيش أي حاجة تخليها إنها real يعني، ده assumed reversible. فبالتالي قال والله يبقى summation ده هيساوي zero. قال ده إحنا معروفين في الدنيا إن في حاجة اسمها system وفي حاجة اسمها surrounding. قال والله إحنا عرفنا قبل كده reversible process إن لازم system والsurrounding يرجع للانيشال ستيت بتاعته، مفيش اي مشاكل. لو رجع السيستم والانرجي والسراوندينج للانيشال ستيت فده كده بسميها ريفرسبل بروسيس. ولكن لو رجع السيستم فقط للانيشال ستيت وما رجعش السراوندينج، اديك مثال، لما كنا شغالين على الكمبريسور او بيستون سلندر بالشكل ده، فاحنا قلنا ممكن هنزود الضغط على الـ على الـ على البيستون ده فيتحرك في الاتجاه ده كده، وهنقلل الضغط فيتحرك في الاتجاه التاني، فالسيستم ممكن يرجع للبوزيشن اللي كان موجود عليه في الاول. لما نتيجة الحركة هنا وهنا بيبقى فيه هيت نتيجة الفريكشن، فالهيت دي بتروح دايما للسراوندينج، فبالتالي يبقى السراوندينج حصل مشاكل في الديس اوردر بتاعه، صح كده، فمرجعش الانيشال ستيت اللي كان موجود عليها. في الحالة دي بيسمي البروسيس internally reversible، internally reversible process. لما لو كان في process بيرجع فيها system والsurrounding للinitial state دي يسموها totally reversible process. فالعلاقة دي لو كان totally reversible process قال هتبقى دايما بتساوي صفر، لو كانت internally reversible process لان هي من system قال برضو هتبقى بتساوي صفر. لما في حالة بقى وجود irreversibility دي هتبقى دايما اقل من الصفر. طيب وضح اكتر او نفكرك تاني ان كان في process اسمها reversible process وقلنا دي ideal process احنا لفرضنا لها شروط، وقلنا الشروط دي مفروضة عشان احنا مهتمين بان احنا نجيب قيمة سريعة للحسابات بتاعتنا، ما نعملش تعقيد للحسابات، وفي نفس الوقت الفرق مش هيبقى كبير بين القيمة الحقيقية والقيمة الايديال. مهندسين يهتم بالبده، حتى لو في فرق ممكن احطه كسيفتي فاكتور مش هيفرق معايا كتير. طيب الرسمة هنا برضو بتحاول توضح تاني الفرق بين الريفيرسبل والريفيرسبل. الريفيرسبل بروسيس is very slow. تخيل كده ان انت هتحرك البار ده كده بس completely slow. ايه اللي هيحصل؟ لو هتحركه في الاتجاه ده فانت بتقلل سطح المية، وسطح المية ثابت في مكانه واخد الشكل الافقي، يعني ما حصلش تغير لسطح المية. لما لو انت بقى في الحالة الطبيعية بتعمل compression او expansion، شوف سطح المية هيحصل له ايه. دي كان المثال بتاع البيستون ده كده من شوية، برضو الطبيعي ان يكون فيه friction، والطبيعي ان ما يبقاش في equilibrium states unless the process is extremely slow. انا بس بفكرك. طيب ايه اللي الزيادة دلوقتي؟ قال ان احنا هناخد تعريف تاني، حاجة اسمها irreversibility. ايه بقى موضوع reversibility دي؟ قال دي حاجة موجودة في السيستم تخليه يخرج عن الايديلتي، ما يبقاش ايديال. طب ايه الحاجة اللي ممكن تكون موجودة في السيستم وما تخلوش ايديال؟ خدنا منها مثال دلوقتي زي الفريكشن. لو افترضنا وجود فريكشن يبقى كده السيستم ده اكيد is not ideal، ده كده فيه reversibility. طيب ايه تاني؟ قال والله لو حصل spontaneous reaction، يعني انا عندي سيستم هو لقيت فيه reaction حصل مرة واحدة، ده كده اكيد في ما فيش slow، the process is not slow، ده reaction وحصل مرة واحدة. لو كان في unretained او free expansion هنا كده ده vacuum، وانا شلت الحاجز اللي هو حاجز الفلويد اللي قد تحت ضغط ده، فما تقوليش ان the process is slow. لو حصل mixing والmixing ده برضو instantaneous، انا مدخل منها فلويد وهنا كده فلويد، اوعى تقول ان التغير في البروبرتيز هيبقى slow. فالحاجات دي كده بيسموها system irreversibilities، يعني تخلي السيستم ما يبقاش ideal. وتعريف للinternal irreversible process ان مش مشكلة surrounding، انا يهمني فقط السيستم ده ما يكونش فيه واحدة من دول، طالما السيستم يخلو من الحاجات اللي هي تخليه not ideal فانا بقول عليها internally reversible process. طيب خلي بالك بقى الـ inequality دي بتاعت كلوزيوس اللي تنفع في حالة الـ reversible او الـ internally reversible process باعتبار انه يهمين السيستم. طيب خلينا كده نفترض ان انا عندي سيستم وبيعمل سايكل، سيدنا نقطة رقم 1 ونقطة رقم 2، ف
فالسيستم ده كان بيتحرك من واحد لاتنين في مسار A، وكان بيرجع في مسار مثلا C. فأكيد لو أنا جيت أعمل الكلام زي ما أنا قلت لك، هشوف مقدار الهيت اللي أضيفت على المسار A ومقدار الهيت اللي أضيفت على المسار B وأقسم على درجة الحرارة، وطالما internal reversible process دي هتساوي صفر. طيب هو السيستم مش هيرجع في B، السيستم هيرجع في C، سي إن هو كان رايح في A وراح جاي راجع مثلا، دي كانت B، أوكي، يعني هو راجع في B، المرة التانية دي هيرجع لنقطة واحد بس عن طريق C. فنفس الكلام لو جمعت الهيت وقسمتها على درجة حرارة الباوندري وجمعت الهيت وقسمتها على درجة حرارة الباوندري برضه ده هيديني صفر. طب ما هو دي تروح مع دي، فمعنى هذا الكلام ان التكامل بتاع بارشال كيو على تي وبارشال كيو على تي ده ما بيعتمدش بقى على المسار، القيمه دي ما بتعتمدش على المسار في حاجه. يعني يبقى الانتجريشن ده، الانتجريشن بارشال كيو اوفر تي، هل ده ما بيعتمدش على المسار؟ القيمه بتاعته دافن ديبند على الباس من A ل B، يروح بقى في اتجاه ده، يروح من واحد لاتنين كده او يروح كده او يروح كده، يروح كونستانت فوليوم كونستانت بريشر كونستانت زي ما يروح نقطة رقم 2. فلو راح نقطة رقم 2 يبقى القيمة دي واضح كده انها ما بتعتمدش على المسار. طالما ما بتعتمدش على المسار يبقى بتعتمد على مين؟ على الستيتس. يبقى اكيد في بروبرتي هنا، خاصية هنا، والخاصية دي بتعتمد فقط على الستيتس. فاكر الفوليوم لما قلنا عليه خاصية، فهي تقول والله يبقى السيستم في فوليوم عند واحد وفي فوليوم عند 2 اطرحهم من بعض ده يديني الدلتا في، في بريشر عند واحد وبريشر عند 2 لما اطرحهم من بعض يديني دلتا بي، ده كده بروبرتي. فاحنا بنعرف بروبرتي جديده بقى دلوقتي اللي هي الانتروبي. برضو الفرق ما بين الاثنين دولت هو عباره عن التكامل لبارشل كيو على تي من واحد لاثنين. طيب خلاص انا ممكن دي بقى يعني التغير في الانتروبي بيساوي بارشل كيو اوفر تي تحت حدود التكامل، ونقدر نكتب دي كده في شكل تاني يا جماعة. ما دلتا اس دي اللي هي اس 2 ناقص اس 1 اللي هو التشينج في الانتروبي، انا ممكن اكتبها بشكل تاني. ايه رأيك لو كتبتها كده بارشل كيو على تي بتساوي دي اس؟ مش انا لو جيت اعمل تكامل دي من 1 ل 2 التكامل بتاع المقدار ده هو ده، والتكامل بتاع الدي اس هيديني دلتا اس، صح كده؟ لو اس 2 ناقص اس 1، يعني حضرتك ممكن تكتب الريليشن اللي موجودة فوق دي بالشكل ده، هي بالظبط. وطالما كده بقى طب ما نضرب طرفين في وسطين، يبقى البارشل كيو بتساوي التي في الدلتا اس. ومعنى هذا الكلام لو انا عايز بقى اجيب الكيو نفسها ممكن اعمل تكامل يديني الكيو بتساوي التكامل بتاع التي دلتا اس. يبقى زي ما كنا بنقول زمان كده الباوندري وورك هو عبارة عن التكامل بتاع البي دي في، وكنت لما ارسم بروسيس على البي في دياجرام باخد الاريا تحت البروسيس. نفس الكلام دلوقتي الهيت هتساوي التكامل بتاع تي دلتا اس، يعني لو حضرتك راسم البروسيس بتاعتك على محورين تي وي اس والبروسيس بالشكل ده، خد اي اريا كده سميها دي اريا، صح كده؟ الدي اريا دي الارتفاع بتاعها هو تي والسيكنس بتاعها هنا كده دلتا اس، اضرب اثنين في بعض واعمل تكامل لحدود البروسيس من واحد لاثنين، يقوم يديك الايه؟ يديك المساحة تحت التي اس دياجرام. فيبقى زي ما قلنا حضراتكم قبل كده في الريفيرسبل بروسيس الورك الباوندري هو التكامل بتاع البي دي في، وده بيساوي المساحة تحت البي في دياجرام. نفس الكلام دلوقتي وصلنا ليه ان التي او الكيو اللي هي تأدد للسيستم بتساوي تكامل التي دلتا اس لما يكون مرسومة البروسيس على التي اس دياجرام، فيديني الاريا تحت البروسيس. طيب جميل او طبعا مفكرك تاني، فاكر لما كنا بنرسم التي في دياجرام او البي في دياجرام؟ فاكر خطوط الكونستانت بريشر؟ طيب نقلنا من الستيم خط الساتوريشن لاين وروحنا للجاسز. فالجاسز لو انا عندي كونستانت بريشر بروسيس يبقى انا ماشي افقي، كونستانت فوليوم بروسيس يبقى انا ماشي راسي، صح كده؟ ايزوثيرمال بروسيس يبقى انا بحب ارسمها كده، يبقى ده كونستانت بريشر بروسيس، كونستانت فوليوم بروسيس، ايزوثيرمال بروسيس، صح كده؟ كيرف.
وكل ما ده كده بي في في اس ان بيساوي كونستانت، كل ما يزيد الان هلاقي الميل بتاع الخط كده يزيد ايه، يزيد لتحت. فان بتساوي كي دي، كي دي هي سي بي على السي في، او تقدر تقول عليها جاما، نعرفها بجاما دلوقتي. كل ما هتزيد الان دي، كل ما تزيد قيمة الان تلاقي الكيرف ده يبدأ يزيد الميل بتاعه لتحت شوية. ده على البي في دياجرام. انا كده براجع ليه بنراجع؟ عشان هناخد دلوقتي تي اس دياجرام. قال في حالة، خلينا الجاسز الأول، قال له أنا أدا تي اس دياجرام، يبقى الايزوثيرمال بروسيس اللي هي كونستانت تمبريتشر، السيستم هيمشي ازاي؟ قال والله السيستم يمشي أفقي. طب ايزنتروبيك بروسيس أو كونستانت انتروبي بروسيس، السيستم هيمشي ازاي؟ قال السيستم يمشي رأسي، صح كده؟ طيب قال فين بقى الكونستانت فوليوم والكونستانت بريشر؟ قال عند اي نقطة كده ممكن ترسم خط كده مايل وتقول عليه ده كده الخط بتاع الفوليوم، وخط تحت منه بمايل بزاوية ميل اكبر شوية وتقول ده كده الخط بتاع البريشر. مش عايزين اكتر من كده. constant temperature، constant volume، constant pressure، constant S، وهنشوف لك الانتروبي كمان شوية. طب بالنسبة لي ال steam، الخط الساتوريشن موجود، ده كده تي اس دياجرام، خط الساتوريشن موجود، ماشي كده الحال. انا نسيت اقول الكلفن دي او اليونت بتاعت الانتروبي، كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، مش احنا بنقول ان هي بارشال كيو على تي، صح كده؟ الكيو ده بالكيلو ايه، كيلو جول. لو كانت سبيسيفيك يبقى لكل كيلو جرام، والكلفن ده اللي هو درجة الحرارة، يبقى كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، ده اس سبيسيفيك، اس كابيتال هتبقى كيلو جول لكل كلفن. طيب اكيد برضو هيبقى في خط الساتوريشن عادي زي ما احنا متعودين. انا بتكلم على تي في دياجرام، فخط البريشر زيه زي التي في، زي التي في دياجرام بالظبط، يعني ده كده خط بريشر زي ما احنا متعودين، وفي واحد تاني تحته. طبعا البريشر ده لو كان اتنين واللي تحته ده كان واحد، يبقى بريشر اتنين اكبر. فين خط الكونستانت فوليوم؟ الخط الكونستانت فوليوم يعني somehow شبيه للبريشر، بس ما بيكملش زي كده. طبعا انا مش هجيب لك في امتحان فوليوم وبريشر مع بعض، اكيد هتبقى بريشر لوحدها او فوليوم لوحدها، فانت هيبقى الاتنين دول الى حد ما قريبين من بعض وهنسمح لك بيها، مفيش مشكلة. يبقى ده خط الفوليوم، هو كونستانت فوليوم، وده فوليوم تاني، خلي بالك ده فوليوم بنص، ده فوليوم 1/10، يعني الفوليوم في الاتجاه ده كده بيزيد، على ما البريشر في الاتجاه ده كده يقل، ماشي كده الحال. النص التاني من المحاضرة ان احنا عايزين نحسب قيمة الانتروبي تشينج. تعرف الانتروبي ده مقداره قد ايه؟ قالوا انت شغال على ايه؟ ستيم؟ خلاص انت اوريدي خدته، انت اوريدي عارف ازاي تجيبه، هتخش الجداول وزي ما كنت حضرتك بتجيب دلتا يو او كنت بتجيب الدلتا اتش، هتجيب بالظبط برضو الدلتا اس. فموضوع الستيم ده كده يعتبر خلصان. طيب كنا بندخل الجداول، لا مفيش جداول بقى في حالة الجاسز، كنا بقول فيه قوانين الدلتا يو ما هي الا ام سي في دلتا تي، باعتبار ان السي في ده constant value doesn't depend على temperature، والدلتا اتش ام سي بي دلتا تي، والسي بي constant value doesn't depend على temperature. الدلتا اس بقى على برضه احنا لازم نشوف لها قانون هي كمان. فاحنا الباقي من المحاضرة غالبا بنتكلم ازاي نبدأ نحسب قيمة الدلتا اس في حالة الجاسس. ألما في حالة الستيم انت اوريدي اخدته، ومجرد انا هعيد بس الشرح، يعتبر تكرار مش اكتر ولا اقل. طيب ايه رأيك في constant volume process؟ يعني rigid container، يعني الفوليوم في الحالة الأولانية هو الفوليوم في الحالة التانية. اتكلمنا وحطينا قانون الفيرست لو، صح كده؟ وقلنا طرف الانرجي بتاعت السيستم internal وكينيتيك وبوتنشال، لو السيستم ده stationary يبقى مفيش بوتنشال ولا في كينيتيك. الورك ده work other زائد work boundary، لو السيستم ده مفيش فيه work other يبقى الورك other بيساوي zero. والورك الباوندري تكامل بتاع البي في دياجرام، اسف تكامل بتاع البي في دي في، والدي في ده مفيش تغير في الفوليوم، يبقى كمان الورك الباوندري بيساوي صفر. يعني وصلنا ان الكيو بتساوي دلتا يو، مش جديد الكلام ده. وفي حالة الاستيم يبقى الكيو بتساوي ام يو 2 ناقص يو 1، والكيو في حالة الجاسس هتبقى ام سي في دلتا تي، الكلام ده مش جديد. ايه الجديد؟
الجديد هنا بقى عايزين نجيب قيمة الدلتا اس. قال والله الأمر سهل أوي، ده معناه لسه من شوية بقول كيو بتساوي دلتا يو يعني ام سي في دلتا تي. تقدر تكتبها على شكل تفاضلي بارشال كيو، هتبقى دي بارشال كيو دلتا يو يعني ام سي في دلتا تي. طب هل تقدر تشيل لي كده بقى دلوقتي ليه كتبناها بالشكل ده؟ قال انا عارف ان البارشال كيو على تي ده بيساوي دلتا اس، وبالتالي لو انا عايز اجيب الكيو او اسف خلينا بارشال كيو يبقى تي دلتا اس، يبقى انا هشيل دي وحط تي في دي اس، وده يساوي ام سي في في دي تي. ايه رايك لو خلصنا من تي دي نقسم عليها الناحيه الثانيه واعمل تكامل، يبقى هنا كده هيديني دلتا اس اللي هي اس 2 ناقص اس 1. الكتله ملهاش دعوه بدرجه الحراره، مش هتغير بتغير درجه الحراره. السي في برضو هنفترض انها مش هتغير بتغير درجه الحراره، فدول يطلعوا بره حدود التكامل، يبقى لك تكامل بتاع دي تي على تي اللي هو لين تي من 1 ل 2، يبقى ام سي في لين تي 2 على تي 1. وهو ده كده قيمه الدلتا اس في حاله الكونستنت فوليوم بروسيس. لذلك زي ما قلت لحضرتك انا ممكن اجيب لك مثال من الامثله اللي كانت موجوده في تشابتر 1 عادي جدا، كونستنت فوليوم بروسيس، وازود مطلوب احسب لي قيمه الانتروبي تشينج، انتروبي تشينج. ماشي كده الحال؟ طيب ازاي ارسم الكلام ده لو انطلب مني الرسم؟ لو قال ستيم اوعى تنسى الساتوريشن لاين. كونستنت فوليوم لو انا هرسم على البي في دياجرام يبقى كونستنت فوليوم بروسيس. شوف انت بقى نقطة واحد واثنين دول فين؟ هل هما تحت الساتوريشن الاثنين؟ واحد هنا وواحد هنا، هل هي دي هنا كده؟ هل هما الاثنين كده موجودين تحت خط الساتوريشن دي واحد ودي اثنين؟ هل ده واحد وده اثنين؟ ما هي كونستنت فوليوم بروسيس بس انت حدد. لو برسم على تي اس دياجرام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي خط الكونستنت فوليوم هو ده. فانا لو اتحرك كونستنت فوليوم بروسيس وبعمل هيتنج يعني درجة حرارة السيستم بتزيد، يبقى انا هتحرك من هنا كده امشي على خط الكونستنت فوليوم بروسيس لحد ما اوصل لنقطة رقم 2. حدد لي انت بقى نقطة رقم 1 و2 دول موجودين فين حسب السيستم اللي موجود عندك. اسهل شوية لو انا شغال على جاس، فيبقى ده كده كونستنت فوليوم بروسيس، وقلنا في حالة الجاسز الكونستنت فوليوم بروسيس خط كيرف زي ده كده، يعني انا لو انت هتموت اهو هو ده كده خط الفوليوم. لما يبقى يكون في المسألة فوليوم والبريشر، هنبقى نقول لك البريشر يترسم دايما تحت منه كده بشوي. لما يكون بريشر فوليوم فقط او بريشر فقط خلاص هو خط مايل زي كده، مش هتفرق معانا اي حاجة. والبروسيس لو بتتم ات كونستان فوليوم يبقى انا اتحرك على خط الكونستان فوليوم، انا كده بعمل هيتنج لحد نقطة رقم 2. لو بعمل كولينج يعني درجة حرارة السيستم بتقل، يبقى كمان درجة حرارة السيستم هتقل وكمان الانتروبي بتاع السيستم هيقل. اعتقد الرسومات هنا بتحاول توضح انا بعمل هيتنج يبقى في كونستنت فوليوم بروسيس يبقى البريشر هيزيد، كولينج كونستنت بريشر بروسيس يبقى الفوليوم ثابت ولكن البريشر بيقل. تمام، زي ما خدنا الكونستنت فوليوم بروسيس اقدر بالظبط بالظبط اطبق على الكونستنت بريشر بروسيس. اللي ذاكر قبل كده انا ما بقولوش جديد، اعتبر ان انا ما بقولكش حاجه جديد، كلام سهل قوي. لما ذاكرش هو فعلا اللي هيبقى فيه محتاج يذاكر الاثنين مع بعض. شوف كده الكونستنت بريشر بروسيس، مش وصلنا لحد هنا؟ الكيو بتساوي دلتا اتش نتيجة ان مفيش work other assumed او work الباوندري هو التكامل بتاع البي دي في، وقلنا خدنا البي دي في ده جمعناه على الدلتا يو فاصبح دلتا اتش. يبقى في حالة الستيم كيو بتساوي ام اتش 2 ناقص اتش 1، في حالة الجاسز الكيو هتساوي ام سي بي دلتا تي. ده مش جديد يا شباب. ايه الجديد؟ زي ما عملنا المرة اللي فاتت، الكيو بتساوي تغير في الدلتا ام سوري ده ايه ده كونستنت فوليوم، انا رجعت ورا ولا قدام؟ اوكي يبقى اسف، الكيو هنا هتساوي دلتا اتش، انا فوق التصلح دي كيو هتساوي دلتا اتش، يبقى البارشال كيو بيساوي دي اتش صح كده، يعني ام سي بي دلتا تي. اقدر اشيل البارشال كيو دي واحط تي دلتا اس من السكند لو دلوقتي، سكند لو يبقى تي دلتا اس بيساوي ام سي بي دلتا تي. يعني لو عايز اجيب الدلتا اس هتبقى عباره عن تكامل ام سي بي دلتا تي على تي زي ما عملنا المره اللي فاتت، يبقى الدلتا اس هتساوي ام والسي بي دول هيطلعوا بره حدود التكامل، ويبقى لك دي تي على تي التكامل بتاعها هيدي لين تي من 1 ل 2، يبقى تي 2 على تي 1. يبقى كونستنت فوليوم بروسيس ام سي في لين تي 2 على تي 1،
constant pressure process يبقى ام سي بي لينت 2 على تي 1. الرسم الرسم برضو سهل. انا لو شغال وفي حالة الستيم خلي بالك ان خط الساتوريشن لازم يكون موجود. constant pressure process حدد لي انت بس كده نقطة رقم واحد فين ونقطة رقم اتنين فين، خط افقي. لو بتعمل expansion فالسيستم الفوليوم بتاعه بيزيد يبقى اتحرك ناحية اليمين. لو بتعمل compression على السيستم يبقى الضغط ثابت ولكن الفوليوم بيقل يبقى همشي شمال. ارسم ازاي ده على تي اس دياجرام؟ قلنا لك خط الساتوريشن موجود وده خط الكونستنت بريشر، هو ده كده خط الكونستنت بريشر. طبعا انا راسم بايدي على التابلت دوت فصعب جدا الرسم مش سهل. لو رسمها انا بالقلم والمسطره او برسم حتى على السبوره كان يبقى احسن من كده بكتير. طيب سين هو بيقول لي كونستنت بريشر بروسيس وده كده نقطه رقم واحد وده همشي على خط الكونستنت بريشر لحد ما يوديني. سين نقطه رقم اتنين هنا كده يبقى ده كونستنت بريشر بروسيس ولكن ده حصل فيه اكسبانشن نتيجه مثلا زياده درجه حراره السيستم او نتيجه زياده الفوليوم. الكيرفات بتوضح حاجات كتير قوي. لو انا شغال على جاس يبقى خطين افقي من غير خط الساتوريشن. لو شغال على تي اس دياجرام قلت لك خط البريشر بيبقى كيرف بالشكل ده. لو حضرتك بتزود درجة حرارة السيستم يبقى انا هطلع كده لفوق، الانتروبي هيزيد ودرجة حرارة تزيد. لو بتقلل درجة حرارة السيستم يبقى ايه؟ يبقى السيستم هينزل كده ايه لتحت، انتروبي يقل ودرجة حرارة تقل. طيب البروسيس اللي بعديها برضو قلنا احنا بنراجع الايزوثيرمال بروسيس، يعني كيو ماينس دبليو بيساوي التغير في الانترنال انرجي. احنا شغالين دلوقتي ستيم او حتى قانون لسه جنرال. لو افترضت ان الورك اذر ده بيساوي زيرو يبقى الورك كيو ناقص الورك الباوندري بيساوي دلتا يو. هل تقدر تشيل الدلتا يو وتقول بصفر؟ قلت لك لا، خلي بالك ده ستيم. هل تقدر تقول الورك الباوندري بيساوي قانون؟ قلت لك لا، ده كده ستيم هيزوثيرمال بس ستيم لازم تقف لحد هنا. ايه الجديد دلوقتي اللي انا ممكن اقوله؟ انا ممكن اكتب العلاقه دي بالشكل ده، بارشل كيو بارشل دبليو تغير في الانترنال انرجي، يعني تفاضل الشكل التفاضلي ده. فبالتالي انا عارف ان البارشل كيو دي عباره عن تي دلتا اس دلوقتي، يعني لو عايز اجيب الكيو منها اعمل تكامل للتي دلتا اس. حظنا كويس ده التي هنا كونستانت ايزوثيرمال بروسيس يعني كونستانت تمبريتشر، فبالتالي اقدر اطلعها من حدود التكامل ويبقى اصبح دلوقتي الكيو بتساوي تي في دلتا اس. تمام كده؟ يعني اصبح تي اسف دلتا اس، نخلي دي دلتا اس، يعني ممكن نكتبها كده تي في دلتا اس ناقص الورك الباوندري هتساوي الدلتا يو. انا اقدر اجيب دلتا يو دلوقتي لان هي ستيم عباره عن يو 2 ناقص يو 1، والورك والتي دلتا اس اقدر اجيب برضو الدلتا اس دي يبقى تي في الماس في اس 2 ناقص اس 1. يبقى اللي فاضل في مجهول في المسألة هو الباوندري وورك، وممكن تحسبه لو بيطلب منك. يا جماعة ده كده ستيم، وقلتلك افصل ده كده اخرنا في الستيم. طب بالنسبة للجاسز، الجاسز كيو ناقص الباوندري وورك بيساوي ام سي في دلتا تي اللي هي مكان دلتا يو، درجة حرارة متتغيرش يعني ده كده مش موجود، يعني كيو بيساوي الباوندري وورك. واستنتجنا قانون الباوندري وورك قلنا ان هو عبارة عن كونستانت في لين في 2 على في 1، وان الكونستانت ده قد يكون بي 1 في 1 او بي 2 في 2 او ام ار تي، صح كده؟ لان البي في الفي بيساوي ام ار تي، فاي واحد بقى هي بي في في عباره عن ام في ار في تي اللي هي ثابته، ماشي كده؟ ام ار تي. فخلاص كده ممكن حضرتك تكمل معايا بقى. طب ما الكيو بتساوي الورك الباوندري وورك، الباوند ده كونستانت لين في 2 على في 1، خد الكونستانت ده بام ار تي هيساوي الكيو، والكيو من شويه قلنا انها عباره عن تي في دلتا اس، تروح التي دي مع التي دي واقدر احسب قيمه الدلتا اس دلوقتي، يبقى اصبح الدلتا اس بتاع الايزوثيرمال بروسيس ام في ار لين في 2 على في 1. حتى الان اللي انا زودته في المحاضرات ازاي تحسب الدلتا اس، كونستانت فوليوم ام سي في لين 2 على تي 1، كونستانت بريشر ام سي بي لين 2 على تي 1، ايزوثيرمال ام ار لين في 2 على في 1. انا عارف انت ممكن تستبدل في 2 على في 1 دي، صح كده؟ يعني في 2 على في 1 ما هي الا بي 1 على بي 2 لو عايز.
طيب الرسم يا عم، احنا قلنا قبل كده على البي في دياجرام ادا كده خط الايزوثيرمال بروسيس، وده كده اكسبانشن الفوليوم بيزيد. على التي اس دياجرام ايزوثيرمال بروسيس اي كونستنت. طيب لو انا هرسمها على تي اس دياجرام وفي ستيم، خلاص بس حط لي خط الساتوريشن وشوف نقطة رقم واحد فين، نقطة رقم اتنين فين، حطهم على الرسم. طيب عايز ارسم على البي في دياجرام خط كونستنت تمبريتشر، لا ده معروف شكله على البي في دياجرام خط كونستنت تمبريتشر اهو، ممكن تكون نقطة رقم واحد هنا، نقطة رقم اتنين هنا، فبرضه بتحدد لي واحد فين واتنين فين. يعني اتأكد ان هيبقى فيه رسم في الامتحان، فاحنا مش حاطين ده عشان بنهزر معاك ولا حاجة. طيب البوليتروبيك بروسيس، فاكر احنا اخدنا فيها ايه؟ اقول لك اه خلاص، بوليتروبيك بروسيس دي ده جنرال بروسيس بي في في اس ان بيساوي كونستانت. ينفع الكلام ده للستيم وينفع الكلام ده للجاسز. فلما قلنا مفيش اذر وورك يبقى الكيو ماينس الباوندري وورك بيساوي تغير في الانترنال انرجي، وانا شغال على الستيم واقدر اشيل الباوندري وورك واقول ان هو التكامل بتاع البي دي في، واستنتجنا القانون ده قبل كده، بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1 على 1 ناقص ان. قلتش جديد. في حالة الجاسز برضو احنا قلنا ممكن نزود شوية، يبقى الدلتا يو هتبقى ام سي في دلتا تي الباوندري وورك، ينفع من القانون ده ما يقولش لا، وينفع تشيل البي في الفي وتحط ام ار تي، يعني بي واحد في واحد بيساوي ام ار في تي واحد، وخد ام وار مشترك، يبقى لك ده قانون بالشكل التاني لو انت عايز تجيب الباوندري وورك ل البوليتروبيك بروسيس. يعني المهم شوية، وانا هجيب لك حاجة زي دي في الامتحان، ازاي تحسب الدلتا اس بتاع البوليتروبيك بروسيس، فركز كده معايا. بوليتروبيك بروسيس بترسم على تي اس دياجرام بالشكل ده، من واحد لاتنين، من واحد من هنا كده سيدة نقطة رقم واحد ولا نقطة رقم اتنين، يعني هترسمها كده، ده كده بوليتروبيك بروسيس. هي دي مش ايزوثيرمال؟ لا الايزوثيرمال فوق منها بشوية، طالما مش راسم اتنين مع بعض فما يهمنيش الترتيب، هرسم كيرف وخلاص، يبقى ده كده بوليتروبيك بروسيس من واحد لاتنين. انا محتاج اعرف الدلتا اس دي من واحد لاتنين، دلتا اس من واحد لاتنين. انا ممكن اجزأ لك البوليتروبيك بروسيس دي الى اتنين بروسيس احنا خدناهم قبل كده. ازاي يعني؟ الايزوثيرمال مع كونستانت فوليوم او ايزوثيرمال مع كونستانت بريشر. هتعملها ازاي؟ الامر سهل. انا عند نقطه رقم واحد دي انا عارف ان في خط فوليوم وفي خط تاني بريشر، وعند نقطه رقم اتنين دي في خط برضو الفوليوم وفي خط تاني بريشر، فانا ممكن اتحرك من نقطه رقم واحد لحد نقطه في النص كده انترميديت، سماها ولتكن A، ماشي كده، لحد ما اوصل لخط الكونستانت فوليوم، واتحرك بعد كده على خط الكونستانت فوليوم لحد ما اوصل نقطه رقم اتنين. ايه المشكله يعني؟ ما هي هي المحصله، يعني دلتا اس اللي هي من واحد لاتنين دي هي كأنك بتجيب من اس الى واحد وتطرح منها من اس الى اي، تطرح منها الحتة الصغيرة دي، يعني كأنك هتجيب الدلتا اس الكلية وتطرح منها الجزء ده، فيقوم يبقى لك الاس من واحد لاتنين، مش صعب هي. فكأن استبدلت البروسيس من واحد لاتنين الى بروسيس من واحد لاي ثم من اي الى اتنين. طيب يعني ممكن تجيب لي الدلتا اس من واحد لاي اللي هو اس اي ناقص اس واحد، وتجمع عليه S2 ناقص S A. قال من واحد لA ده isothermal process، لسه قايلين القانون بتاعها M في R في لين V2 على V1، V2 اللي انا وصلت له هنا على V1، كلام سهل جدا. طيب من A الى 2، قال من A الى 2 ده كده constant volume process، خلاص يبقى M CV في لين لين T2 اللي هي T اللي انت رايح لها، القانون كان كده T2 على T1 مقسومة على تي اللي انت جاي منها اللي هي تي بتاعت نقطة A، خلي بالك كده، فتي بتاعت A يعني دي كده تي A، وتي A دي اوريدي بتساوي تي واحد، لان تي واحد لحد تي A ماشي ايزوثيرم. برضو هنا كده كان في A صح كده، لو في اتنين على في واحد، يعني دي كده كان المفروض في عند نقطة A، ولكن VA ده هو خط اللي معدي VA هو اللي معدي هنا، ده كده V2، فلذلك على طول حضرتك ممكن تاخد القانون بالشكل ده وما يضركش أي حاجة خالص، كأنك بتتعامل مع واحد واتنين وتنسى A اللي في النص دي، يعني كأنك هتنسى القانون ده كده تماما، وهتاخد ده قانون جنرال إن هو عبارة عن جزء isothermal وجزء constant volume process.
طيب عايزين نعملها بس بطريقة تانية، يعني ايه المشكلة ان انا ممكن ما اتحرك من واحد لنقطة رقم ايه دي بس لحد ما اوصل للخط الكونستانت بريشر؟ مش هقف هنا كده عند الكونستانت فوليوم، لا ده انا هقف عند الكونستانت بريشر، همشي ايزوثيرمال لحد ما اقطع الخط ده وهرجع من نقطة رقم ايه لاتنين كونستانت بريشر بروسيس. نفس الفكرة بالظبط، فاصبح دلوقتي من واحد ليه ايه ده كده ايزوثيرمال بروسيس، بس طالما انت شغال على بريشرز بدل ما كنت هتقول في 2 على في 1 هقول بي 1 على بي 2، مش هم متساويين؟ مش دي ايزوثيرمال بروسيس صح كده؟ مش بي 1 في 1 هتساوي بي 2 في 2، وتقدر تقول ان الفي 2 على في 1 بتساوي بالظبط بي 1 على بي 2. الجزء الثاني بقى اللي هو كونستنت بريشر بروسيس من نقطة A الى نقطة 2، خدنا القانون بتاع ام سي بي لين تي 2 على تي 1، واصبح القانونين دول كده قوانين جنرال لاي حاله حضرتك مش عارف لا قانون، هما القانونين دول يطبقوا. يبقى القانون الجنرال اللي اقدر احسب بيه الانتروبي في اي سيستم جاس سيستم، طبعا ده مع وجود اسامبشنز، يعني زي ما قلنا السي بي والسي في هما كونستانت وده مش دايما صحيح، ولكن الكتب اوريدي عادي ممكن تفترض ده وتمشي بيه. فانا عندي قانون من اتنين، القانونين دول كده يعتبروا جنرال، لو طبقته بحيث ان انا على كونستانت فوليوم بروسيس هتلاقي في واحد هو في اتنين ويقوم يرايح الجزء ده ويبقى لك دي، على كونستانت بريشر بروسيس هيلاقي المقدار ده يروح مع ده ويبقى لك دي، على ايزوثيرمال بروسيس هتلاقي التي واحد بيساوي تي اتنين دي تروح مع دي ويبقى لك الجزء بتاع البريشر، او دي ويبقى لك الجزء بتاع البريشر، على البوليتروبيك بروسيس هتاخده كامل سواء ده او ده. طب لو انا عندي ليكويد او سوليد، طبق كده اي قانون من دول، زود درجة حرارة السوليد أكيد تي اتنين مش هتساوي تي واحد، يبقى الجزء ده موجود معاك بس الفوليوم ما بيتغيرش، يعني الفوليوم يعني زود درجة حرارة السوليد مثلا من 20 درجة وصلها لحد 60 80 درجة، ما هو التغير في الفوليوم مش ملحوظ أصلا، مش هتشوفه صح كده؟ فأنا ممكن أهمل الجزء ده ويبقى لنا ده فقط ام سي، بقى مش هتبقى سي في دلتا تي، ولو ليكويد تبقى برضو ام سي دلتا تي أو ام سي لين تي اتنين على تي واحد. ماشي يا شباب، أصبح دول قوانين جنرال لحساب الانتروبي، وده تقريبا كده تلتين أو تلات أرباع المحاضرة. طيب هل في بروسيس بقى في الدنيا ما يبقاش الانتروبي بتاعها بيتغير، يعني الانتروبي يكون كونستانت ما تغيرش؟ يبقى دلتا اس هتساوي زيرو. قال والله لازم يكون البروسيس دي اشترط فيها حاجتين، أول حاجة إنها تكون أدياباتيك، أدياباتيك يعني مفيش هيت ترانسفير. رقم اتنين تكون reversible، reversible يعني ما يبقاش فيها اي حاجة ما تخليهاش ideal صح كده؟ الاتنين دول كده مع بعض adiabatic مع reversible قال نسميهم isentropic process، process in which the entropy is constant. طب انا لو شغال gas هل تقدر تجيب لي relation في، يعني دايما كده معروف انا اجيب لك من الاخر ان البي في في اس جاما او جاما دي اللي هي كي، كي دي اللي هي السي بي على السي في بيساوي كونستانت في حالة الجاسز، ده رقم واحد، ويكون السيستم ده adiabatic و reversible يعني في حالة isentropic process للجاسز مش isentropic process للستيم. isentropic process للستيم اس واحد بيساوي اس اتنين بس، isentropic process للجاسز هو S1 بيساوي S2 مفيش مشكلة، بس ممكن تستغل العلاقة دي كمان B في V أس جاما بيساوي كونستانت. جات منين دي بقى؟ هنديها إثباتها وممكن إثباتها يكون معاك في الامتحان، وأنا تقريبا كاتبه بالتفصيل الممل. فأنا بداية من الفيرست لو Q ناقص W باوندري بيساوي دلتا U، كتبته على شكل تفاضلي ببارشل Q بارشل W بيساوي دلتا U، وكتبته كمان باليونت ماس شلت الماسز، فيبقى كيو بقت كيو سمول والباوندري سمول والدي يو بقت سمول. احنا بنقول adiabatic process يبقى مفيش كيو، فالسالب دي هتخلي ده يروح الناحية التانية، ويبقى مجموع الباوندري وورك مع الدي يو دي يو دي يو سمول هيساوي صفر، والباوندري وورك دي برضو سمول. فاكر انت الباوندري وورك كان عشان دايما انتوا حافظين كده بي دي في، انا مش عايز الباوندري وورك نفسه، انا عايزه قبل التكامل، فقبل التكامل يبقى هو كان عبارة عن بي دي في فقط، فانا شلت بارشل دابل دي احط بي دي في والفي هنا سمول. طيب والدي يو ده كان عبارة عن سي في في دلتا تي، عارف ان دلتا يو ام سي في دلتا تي شلنا الماس. فدي كده سين دي ايكويشن رقم واحد.
القانون العام للجاسس بيقول ايه؟ بيقول والله بي في في بيساوي ار تي. الفي هنا سبيسيفيك يبقى بي، في سبيسيفيك بيساوي ار، الار ده سبيسيفيك صح كده، ما هوش ار يونيفرسال في تي. ممكن نعمل يعني تفاضل الطرفين، ده كده دالة وده دالة تانية وده دالتين، فالأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى، يبقى بي دي في زائد في دي بي، وهنا التانية تبقى ار دي تي زائد تي دي ار. ال ار ده كونستنت صح كده، فما فيش تغير بالنسبة له، التغير بالنسبة له هيبقى صفر، فيبقى دي تي أقدر أطلع لها قيمة، أقسم بس على الار دي كده فأطلع قيمة الإيه الدي تي. حضرتك خد لي بقى الدي تي دي وعوض بيها في الايكويشن رقم واحد، فيبقى ايكويشن رقم واحد هيت موجودة، وبدأ ان احنا نعوض شلنا الدي تي وحطينا مضروبة هنا كده في سي في، يبقى سي في هيت والار يعني في مضروبة بي دي في زائد في دي في. عندك هنا بي دي في وعندك بي دي في، جمعوا مع بعض هيبقى لك واحد زائد سي في على ار، جمع ده كده افكه وخلصه، خد ار مشترك يبقى لك ار زائد سي في. فاكر كده لما قلت لك السي بي اكبر من السي في بمقدار ار، يعني السي في زائد ار ده ما هو الا سي في صح كده، سي بي. وهنا عادي جدا سي في على ار، انا ممكن اشيل الار ده مع الار ده عشان الصفر، يعني اضرب في واحد على ار او اضرب في ار، فهيبقى لي سي بي مضروبه في بي دي في وسي في مضروبه في في دي في. لو قسمنا المعادله دي كده هنا كده على سي في اصبح ده كده بواحد، واقسم هنا كده على سي في اديني جاما، وودي الاخ ده كده الناحيه التانيه، يبقى قول علامه اليساوي هيت، وهيبقى هنا كده في اشاره سالبه، وابدا اعمل تكامل. يبقى هنعمل تكامل، طب ما نفصل بقى، يعني نفصل المتغيرات، البريشر ده يروح للخانه اللي فيها بريشر، والفوليوم ده يجي لي الفوليوم تحت، فهيبقى جاما مضروبه في دي في على في بتساوي ماينس، المفروض اسف بتساوي هنا كده سالب دي بي على بي. خلاص كلام ده زي الفل، دلوقتي اقدر ان انا اعمل تكامل الطرفين، وهنا هيديني لين في 2 على في 1، وهنا المفروض كان يديني لين بي 2 على بي 1، ولكن نتيجة السالب دي هيبقى لين بي 1 على بي 2 صح كده. اقدر اودي الجاما دي ارفعها على الاس هنا كده من فوق، يبقى الجاما يبقى في 2 على في 1 اس جاما، وهنا لين بي 1 على بي 2. لو خدت الناتشرال لوجاريتم للطرفين يبقى لين يروح مع لين، يبقى لك في 2 على في 1 اس جاما يساوي بي 1 على بي 2، طرفين في وسطين يبقى بي 1 في في 1 اس جاما يساوي بي 2 في في 2 اس جاما. يعني تقدر تقول دلوقتي ان بي في في اس جاما بيساوي كونستنت. يبقى تاني قدرنا نوصل بالاثبات ان فور ان ايزنتروبيك بروسيس ايديال جاس اسيومينج ايديال جاس بي في في اس جاما بيساوي كونستنت. هل دي تنفع في حالة الاستين زي البولوتروبيك بروسيس؟ لا يا فندم ما تنفعش تمام، هنا الجاما محدودة بـ CB على CV، جبتها للاستين منين؟ تمام كده؟ طيب احنا وصلنا لأن في بروسيس مفيش فيها تغير خالص للإنتروبي. من خلال المحاضرة ككل تقدر دلوقتي تقول إن التغير في الإنتروبي ده جاي من حاجتين، هل جاي نتيجة work؟ هل لو انا ضفت work للسيستم هيغير من حالة الانتروبي في حاجة؟ قالوا لا، هو جاي فقط من الهيت added للسيستم. يعني لو في سيستم هنا كده وانا بضيف له heat، دي كده هتعمل انتروبي، هتزود الانتروبي بتاع السيستم، ولو انا اخدت منه heat بره ده كده بتقلل الانتروبي بتاع السيستم. ده كده بيسموه اللي هو partial Q على T، ده بيسموه entropy transfer، entropy transfer اللي هو الانتروبي اسوشيتد للهيت ترانسفير. كل ما هدخل هيت للسيستم هتزود الانتروبي، كل ما هقلل درجه هاخد هيت من السيستم هتقلل الديس اوردر بتاع المولكيولز وهتقلل الانتروبي. طيب هل في اي حاجه تانية كانت بتغير الانتروبي؟ الفريكشن صح كده، فاكرين انتوا فاكرين حاجه اسمها الايرفيرسيبيليتي؟ هل وجود الايرفيرسيبيليتي في قلب السيستم دي برضو ممكن تزود ليا الانتروبي؟ فقال لك طب ما نكتب بقى حاجة كده قانون جنرال كده، انا الدلتا اس بتاع اي سيستم جاي من التكامل اللي احنا قلنا عليه ده، وده بيسموه انتروبي ترانسفير، وجاي من حاجة تانية اسمها اس جنريشن او انتروبي جنريشن تروبي برودكشن ديو تو ايرفيرسيبيليتيز. لو موجود في السيستم اي حاجة تخليه نوت ايديال
فبالتالي هيبقى فيه انتروبي جنريشن. طب انا لو افترضت السيستم بتاعي isolated، يعني adiabatic system، isolated او adiabatic system، شفت احنا بنقول دلوقتي adiabatic ليها معنى، isentropic ليها معنى تاني. فانا لو قلت ان ده adiabatic system يبقى المقدار ده مفيش كيو اصلا داخله ولا خارجه من السيستم، فيبقى الدلتا اس جاي فقط من الاس جنريشن. فالاس جنريشن دي اكيد مش هتبقى بالنيجاتيف، يعني ده انا بقول لك انتروبي بيتولد في السيستم، فدايما القيمه بتاعت الدلتا اس دي هتكون اكبر من او تساوي صفر. الطبيعي انها تبقى اكبر من صفر في اي سيستم في الدنيا، صح كده؟ لان اي سيستم في الدنيا فيه irreversibility is not ideal. ولكن امتى تساوي صفر؟ لو انت افترضت ان السيستم ده extremely ideal وما فيش فيه irreversibilities، بس هل تنفع تبقى بالنيجاتيف؟ هل يستحيل؟ يعني الاس جنريشن او الاس برودكشن ده دايما هيكون اكبر من صفر لو كان البروسيس طبيعيه real irreversible، هيساوي صفر لما يكون البروسيس ريفرسبل، يبقى اقل من صفر في حاله ان تكون البروسيس دي مستحيله مش هتنفذ ابدا. يعني انا ممكن استخدم قيمه الاس جنريشن ده في الحكم على البروسيس هي هتتم ولا مش هتتم، واصبح البروسيس دلوقتي تتم في الاتجاه اللي يزيد فيه الانتروبي ما يقلش فيه الانتروبي، صح كده؟ ده دايركشن كمان بتاع البروسيس اهو. فقالوا في قانون كده اسمه الانكريس اوف انتروبي برينسيبل، هلك الانتروبي بتاع any closed system can never decrease، عمره ما هيقل. هو ده بناء عليه ان هو مش هيقل، اقصى حاجة ليه اللي هو انه يساوي صفر لما يستحيل ان هو يقل، بناء على ان السيستم ده من البداية خالص يستحيل يكون ideal فهو irreversible، هيبقى فيه S generation. حتى لو حضرتك عملته adiabatic فهو برضو فيه S generation. فطلعوا قانون كده ان increase of entropy principle، يبقى الانتروبي بتاع closed system will never decrease. فرض ان السيستم ده ليه مش هيقل؟ لان في S generation جاي نتيجة irreversibilities، واقل حاجة في S generation انها تبقى تساوي صفر، ما ينفعش يكون اقل من صفر، ماشي كده حال. انا يعني مش هجيب امثلة في الامتحان على الجزئية دي، ولكن انا يهمني ان انت تكون فاهمة كويسة، او اختبرها لك كMCQ في الشفا ولا حاجة. احنا ليه قلناها برضو؟ عشان اوضح ليك انا ليه قلتها، لان مش هينفع تطلع من الكورس ده ما انتش مستفيد بمعنى الانتروبي. انا بقول لك وقلت لك قبل كده، يبقى الدايركشن بتاع البروسيس، بروسيس will happen only in one direction، الدايركشن ده اللي هيكون فيه البروسيس او الانتروبي بيزيد. يعني لازم الاس جنريشن يكون اكبر من صفر لو حسبتها، ولو كان اقل من صفر يبقى مستحيل البروسيس دي هتحصل. ملحوظة رقم 2، الانتروبي is not conserved property، مش زي الماس، مش زي الانرجي، لا ده الانتروبي can be created but cannot be destroyed. الاس جنريشن ده ممكن يعمل لك ايه؟ يعني هو السيستم ممكن يكون فيه هيت داخلة تزود الانتروبي، وفيه هيت خارجة تقلل الانتروبي، بس ده انتروبي ايه؟ ترانسفير. لما الانتروبي جنريشن، الاس جنريشن هذا cannot be destroyed، لو هيتكون مفيش فيه حاجة، اتليست هو يكون بيساوي صفر. فيبقى الانتروبي cannot be created، اسف هو can be created ولكن cannot be destroyed. هتقول لي ما ممكن يكون في حالة فيها الاس جنريشن بيساوي صفر ويبقى الانتروبي is a conserved property، خلاص يبقى حط استثناء بقى. طالما في استثناء اهو، انت عايز تحط حاجة general، يبقى entropy cannot or can be created but cannot be destroyed is not a conserved property. طيب ملحوظة التالتة، واضح كده ان الاس generation ده المقدار بتاعه بيعتمد على irreversibilities اللي موجودة في السيستم، الكواليتي بتاعت السيستم، الجودة بتاعت السيستم. فهنا ممكن المهندسين يستغلوا ده ان هو يحسب الاس generation، وكل ما كان الاس generation ده كبير، مقداره كبير، كل ما معناه ان السيستم ده مش efficient. كان نفسي اديكوا حاجة اسمها isentropic efficiency بس للأسف ما فيش وقت. يبقى isentropic efficiency لو كان عندي تربينة والتربينة دي بتطلع باور، فهي لو شغالة ideal و reversible adiabatic و reversible هتطلع باور اكتر، لما لو شغالة adiabatic انت عامل لها عزل ولكن هي ما بقتش reversible ما بقتش ideal هتطلع باور اقل. فانت لو قسمت الباور في حالة انها تكون
شغالة actual على الباور في حالة انها تكون ideal، ده بيدي حاجة اسمها isentropic efficiency. عكس منها الكمبريسور، الكمبريسور ده بياخد باور، فانا لو شغال ideal تمام التمام isentropic و reversible هياخد باور اقل، الا لو شغال actual هيسحب مني كهرباء اكتر، فيبقى isentropic efficiency الكهرباء الاكشوال الكهرباء الاقل على الكهرباء الاكتر، صح كده؟ الاكشوال اللي هو هياخد كهرباء اكتر، والايديال اللي هو الكهرباء الاقل. طبعا احنا مش هنتطرق طبعا للايزنتروبيك افشنسي في الامتحان، بس هو ده المقصود من الانتروبي، ان لو في اس جنريشن عالي يبقى الافشنسي بتاعت الجهاز ده قليل. مش اي حد يعمل اي حاجه ويقول خلاص انا حولت كذا لكذا، او انا عندي تربينة او التربينة دي زي الفل. الفل منين؟ نحكم عليها ازاي؟ نحكم عليها بالاس جنريشن. ماشي كده الحال. طيب دول تلات مسلمات عمت بناء على الاكويشن اللي احنا حطناها قبل كده. طيب من شويه حضرتك قلت لي ده دلتا اس جزء انتروبي ترانسفير وجزء اس جنريشن. طب ما انت عمال كل شويه في المحاضره ان انت كنت مهمل الجزء ده تماما. ايوه، لان انا كنت بقول لك كونستنت فوليوم، كونستنت بريشر، ايزوثيرم، بروتروبيك، ريفرسيبل بروسيسز، فانا اصلا لاغي الاس جنريشن، عشان كده كنت بتكلم في الانتروبي ترانسفير فقط، وهو ده اللي كنت باني عليه شغلي وعامل منه القوانين اللي انا طلعتها لحضرتك. لذلك بيقولوا الانتروبي تشينج اللي هو ده بتاع كلوز سيستم، لو كانت البروسيس بقى ايه ريفرسيبل، دايما هتلاقيه اكتر من الانتروبي ترانسفير. اكتر بمقدار مين؟ الاس جنريشن. الانتروبي تشينج هيساوي الانتروبي ترانسفير لما يكون السيستم ريفرسيبل. واضحه كده؟ طب احسبه ازاي الاس جنريشن ده؟ احس بيه ازاي؟ يعني الطبيعي ان انا بقول لك احسب لي دلتا اس في السيستم، هتشوف لي اس 2 واس 1، يعني لو عندي ستيم فقط مثلا، يعني مش هقول لك على غاز، هتشوف لي السيستم ده انتقل من واحد راح لاتنين، هتجيب لي دلتا اس، والدلتا اس دي داخل ضمن حساباتها الاس جنريشن. لما انا لو عايز احسب الاس جنريشن بقى لوحده واطلعه، قالوا هنعمل حاجه ظريفه قوي، قالوا والله ده كده سيستم، هنجيب الانتروبي تشينج بتاع السيستم، وهنجيب الانتروبي تشينج بتاع السراوندينج المحيط للسيستم، ونجمعهم على بعض. الانتروبي بتاع السيستم ده عباره عن اس 2 ناقص اس 1 اللي هو انتروبي ترانسفير، واس جنريشن بفرض ان السيستم ممكن يكون فيه ريفرسيبيليتي. طب والانتروبي بتاع السراوندينج؟ قال والله هي الكيو دي جت منين؟ الكيو دي اللي دخلت للسيستم دي اكيد جايه من السراوندينج، فهي نفس المقدار، نفس المقدار بس الاشاره تبقى مختلفه. فالكيو سواء داخله من السراوندينج راح للسيستم، او خارجه من السيستم راح للسراوندينج، هي نفس الكيو بس الاشاره هتبقى مختلفه. طب تفتكر انت الريفرسيبيليتي دي تاثر على السراوندينج في حاجه؟ قال لا، ما تاثرش على السراوندينج في حاجه، يعني تاثيرها يبقى تقريبا منعدم، او ممكن ما يكونش موجود فيه اصلا. الفريكشن موجود في قلب السيستم مش موجود بره السيستم، صح كده؟ فيبقى الدلتا اس بتاع السراوندينج عباره عن هيت ترانسفير فقط، انتروبي ترانسفير فقط. لو جيت اجمع الاثنين دول كده مع بعض، يبقى الدلتا اس بتاعت بيسموها دلتا اس توتال، او دلتا اس للسيستم ودلتا اس للسراوندينج، هلاقي المقدار ده يروح مع المقدار ده ويبقى لي اس جنريشن فقط، ودايما اس جنريشن هتبقى اكبر من او تساوي صفر. تساوي صفر امتى؟ في حاله ان السيستم بتاعنا ده يكون ايه توتالي ريفرسيبل، مفيش فيه ريفرسيبيليتي تماما. طيب امتى هتبقى اكبر من صفر؟ قال ده الطبيعي انها تبقى اكبر من صفر، مفيش فيها مشكله. لذلك يعني دلتا اس بتاع الكون في اي بروسيس كلها عمال يزيد يزيد يزيد، فالانتروبي بتاع الكون ككل عمال يزيد، وان كان بالمقدار احنا ما نحسش بيه، لحد ما ربنا يأذن بقى ويحصل اي تغير مفاجئ للكون ككل. الانتروبي بتاع السيستم ممكن يقل او ممكن يزيد، ممكن يزيد نتيجه الهيت ترانسفير اللي داخله له، او ممكن يقل نتيجه الانتروبي اللي خارجه منه، بس الهيت اللي خارجه من السيستم دي بتترمي في السراوندينج فبتزود الدلتا اس بتاع السراوندينج، فدلتا اس توتال دي يستحيل تقل. دلتا اس بتاع السيستم ممكن تقل، لما دلتا اس بتاعه السراوندينج او دلتا اس توتال يستحيل تقل، دايما هتبقى اكبر من او تساوي زيرو.
ماشي يا شباب، تنتهي هنا كده محاضرتنا، ومن المحاضرات الشيقة في رأيي في المقرر ككل، وبنختم بيها المنهج يعني عشان يبقى فيه جزئية جديدة hopefully يعني اتقالت ليك تختلف عن اللي انت اخدته قبل كده في الفيزيكس، او الجزء بتاع الثيرموداينامكس اللي ممكن يكون درس ليك في الفيزيكس. وشكرا ونشوفكم على خير ان شاء الله.